أعظم ما يعالج الرياء والشرك الأصغر هو أن يكثر الإنسان من عبادة السر ويغتنم الخلوة بالعبادة. إذا كان وحده في سيارة أو في ظلمة أو في غرفة أو في سفر، يكثر من صلاة، من استغفار، من تسبيح وتهليل، يغتنم قدر إمكانه مسارعا بعبادة الخلوات حتى يزكو لديه ما يفعله في العلانية.